قلة هم أولئك الذين يصعدون قمم الخلود والعظمة، وقلة هم أولئك الذين ينفصلون عنك في آخر الزمان والمكان. أولئك القلة هم عظماء الحياة وأبطال الإنسانية، لذلك تبقى مجدودة الخطى نحوهم. وما أروع الشموخ والعظمة إذا كان شموخ يصنعه إيمان الله وصاغته عقيدة السماء. أهلا بكم مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج الحسين قضية. رحبوا معي مشاهدين الكرام بضيف حلقتنا لهذا اليوم الشاعر عبد الله جابر. اهلا وسهلا بك عبد الله. حبيبي استاذ محمد، الله يعزك، الله يسلمك، عظم الله لنا الاجر بهذا المصاب والجلل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين. عظم الله لنا الاجر بسبي هذه العائله التي شرفت التاريخ. احسنت. خلينا نبلش وياك عبد الله بمحور حلقتنا لهذا اليوم، بما ان عنوان برنامجنا الحسين قضيه. القضيه الامام الحسين عليه السلام اعظم ما قدمت للاسلام واعظم ما قدمت لاستمراريه وبقاء الاسلام على هذه الشاكله. استاذ محمد، حضرتك تعرف انه القضيه الحسينيه قضيه الهيه. نعم. والقضيه الالهيه منتصره، هي اوكي انه احنا مشينا 70 او 72 شخص ضد 72 ضد 70,000، لكن هذا العدد يكون عدد ظاهري، لكن الشيء الباطن انه هي قضيه منتصره الهيا. نعم. لما الامام الحسين وصل الى كربلاء ورفض البيعه، قال اني لم اخرج عشرا ولا بطرا. خرج الإمام الحسين للإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فالإمام الحسين كان المشروع الأسمى له هو الإصلاح بعد انحراف الدين، إلى بعد ضياع الدين إلى الهاوية. أتى الإمام الحسين بالإصلاح، هذا اللي خلى تصير واقعة كربلاء. وفعلا ما حقق الإمام الحسين بالقضية الحسينية هو تخليد التخليد الإسلام وتخليد القضية الحسينية على وبقائها لهذا اليوم وامتدادها للسنوات القادمة والأعوام القادمة. وياك عبد الله، القضية الحسينية مدرسة لا غبار عليها، وما يختلفون عليها اثنين. القضية الحسين مدرسة نتعلمنا منها كلش هواي. اللي تعلمته واللي جذبك للقضية الحسينية والإمام الحسين، كتبت على هذا الشيء؟ أنا كتبت عن الإمام الحسين. بالبداية أجاوب حضرتك على السؤال. نعم. أحد المستشرقين قال واجب الاقتداء بسيد الشهداء. فإحنا واجب علينا أنه نقتدي، بعيدا عن أنه محرم يجي ونروح لهذه الأجواء الحسينية. خلينا نقتدي بالإمام الحسين بعد محرم. قبل أن أدخل بالقصيدة، يجب علينا يعني حتى شعراءنا حتى الرواديد يعني لازم أنه يقتدون بالإمام الحسين بعد محرم. الإمام الحسين فكرة ثورية عظيمة، لازم نقتدي بها. القصيدة أبدي لك بها هي حوارية انتصار. تقول: وقف الكون قبل أن يلام السيف ذلك الملعون حرارة نحر الحسين، فإذا بتلك السيدة المبجلة تقترب من الحسين شيئا فشيء، وهي في حالة يرثى لها. إحسين يا ابن خلش من نحرك وروح، ما تعطى الناس بتلك فاتحة، أولادك الضيد يا بعد المال دين، يلا يا ابن وهسه لازم رايحة. يا ابن رب الكون ناطر نرد روح، واقفة بجربك أنا من البارحة. فإذا بصوت سيدتي ومولاتي زينب
عليها السلام من على التل تنادي هلا هلا بذيك هلا بذيك اللي حدبت جن سنابل الحتى بميل تج خير الله نازل هلا بذيك اللي حدبت جن سنابل الحتى بميل تج خير الله نازل ربيت ربيت الشدايد ربيت الشدايد تصبر شلون يلم صبرة يلم صبرة السنابل على المناجل يلم علم الشجر يلم علم الشجر تحمل عصافير يلم علم يلم علم الشجر تحمل عصافير يلت أذنين بنفاس البلابل هذي كنت الأبد ما عفت عباس يلت بنيتي شخصية بفاضل وهذي كنت اللي صانت داحي الباب أمينة وكان ظرف حاور رسائل أمينة وكان ظرف حاور رسائل يا بنت الخير هذا حسين علقاء لا ناصر إجالة ولا مقاتل الرسائل والرسائل واليعزبون كل واحد كتب مرسال خاتل وإذا بريح من صوب المدينة يهب معاتبا أبا الفضل انبربع بالكدر يا وليد شفتاك انبربع بالكدر يا وليد شفتاك الحزن وياي الحزن وياي دوم وبعد شفتك يا روح الوالدة يا روح الوالدة اشذبلها شفتك يقول لي ما جبت لسكينة ويا سلامتك استاذ محمد احسنت الله يعزك الله يسلمك احسنت صح لسانك الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك الصور الشعرية الله يسلمك استاذ الله يخليك وهذا اكيد شرف لكل شاعر ولكل الناس ان يكتبون على هاي القضيه الكبيره قضيه ديمومه هي استاذ احنا أكيد قضيه شيء ميزول اكيد اليوم تعرجت على موضوع جدا مهم وجدا حساس بالقضيه الحسينيه احنا القضيه الحسينيه اغتصرت مع الأسف اقتصرت بوقتنا الحالي فقط في أيام محدودة فقط في 40 يوم أو 30 يوم فقط في شهر محرم اليوم إحنا من خلال برنامجنا ومن خلالك أنت ومن خلال البرامج الحسينية نريد نوعي العالم ونثقف الناس بالقضية الحسينية القضية الحسينية ليس فقط لطم ولا تطبير ولا إحياء شعار القضية الحسينية فكر القضية الحسينية إنسانية حياة خلود انتصار الدم على السيف الحق هي عبرة وعبرة هي عبرة مثل ما تفضلت بالضبط يعني القضية الحسينية احنا ما نريد اللطم فقط ولا نريد التطبير يعني نريد الاقتداء خلقيا واخلاقيا يعني انت عبد الله جابر احنا قلنا شلون انجذبت وشنو سبب انجذابك يعني هواي اكو شعراء هسه بالساحه الشعريه نعم ماكو بس يقول لك انا مو لوني الحسيني ولا مو ما كاتب على الحسين الحسين لا هو كل شرف واحد. الحسين انسانيه شرف الحسين شرف شرف, شرف عظيم جدا شرف استاذ الشيء بشيء يذكر انا في يوم من الايام انا كنت هو شيء بشيء يذكر استاذ عقبت على هذا الشيء كنت في كربلاء عند الامام الحسين فطلبت من الإمام الحسين إنه أكتب فقلت لك أستاذ هو توفيق القصائد الوجدانية تقدر تعبر عليها من صديق خيال. من صديق من خيال الشاعر من التلاعب بالمفردة من 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 سباكة من تاريخ إلى آخره إلى آخره لكن القصيدة الحسينية القصيدة واسعة يعني موضوع شاسع يعني ما تقدر تحصره ما ينحصر القضية الحسينية ما تنحصر ما هواي مداخل إلى هذه القضية العظيمة طلبت من الإمام الحسين ماذا؟ طلبت أن أكتب أن أكون خادم إلى أن أكتب لي أكيد إحنا كنا نتشرف أن أكون خدام لهذه القضية نسأل من الله القبول فالحمد لله والشكر أنه هذه السنة توفقت أنا الحمد لله كن حضرتك تعرف أنه هذا كذبت له بنفس اليوم سبحان الله بنفس اليوم اجاني الالهام يمكن ببيته كمل يعني بغير وقت يقول اسم للتضحيه اسم للتضحيه يا ابو علي حسين وعنوانك توزد القبله نيشان اسم للتضحيه يا ابو علي حسين وعنوانك توزد القبله نيشان
إيش محلات من زورك دون هالرأس؟ لو هيك العشق لو ما له عنوان. هذا اللي كتبته لما كنت بكربلة. نعم. هاي قصيدة إن شاء الله كملت يعني. نسمعها. وأستاذ أنا قلت لك الذاكرة تخون، والقصائد اللي حضرتها أولاً تتوثق عند حضرتك، ثانياً معدودة لضيق الوقت. أوكي ننتقل وياك السؤال. القضية نرجع لمحورنا للبرنامج، القضية الحسينية. القضية الحسينية كيف زرعت القضية الحسينية؟ القضية الحسينية شلون زرعت الوعي الفكري في ضمير الإنسان، في 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 قلب الإنسان، في عقل الإنسان، في ذهن الإنسان؟ شلون هاي القضية تخلدت في ضمير الإنسان؟ وهي الشروط والضوابط أن أكون أنا أكون مقتدي بالقضية الحسينية. اليوم أنا من أجي أسولف أقول أني إمامي الحسين، إمامي العباس سلام الله عليهم، أستاذ محمد، القضية الحسينية قضيتي. لكن شلون؟ فقط بالاسم أو من قلب ولسان؟ إحنا ما نريد اللسان، الحسين ما محتاجهم فقط من لسان، الحسين محتاج الولاء الحقيقي. أستاذ محمد، أولاً هو أنه أنت تؤمن بالإمام الحسين، يجب أن تؤمن بالله عز وجل. أكيد قضية من طبعاً هذا كله من بعد إله الكون. القضية الحسينية عقبت عليها أنا بالبداية أنه هي عبرة وعبرة. نعم. فلما تكون هذه القضية محصورة بأنه أنا شلون أحدد، فأنا مستحيل أحدد، لأنه أنا ما عندي علم الغيب، علم الغيب لله. كتحديد انه احنا نقدر نحصر المؤمنين نحصرهم، والله يزكي الانفس، فاحنا نقدر نحصر كمؤمن، بس نقدر نحصر انه انت فلان من الناس سكب دمعته بصدق، انا ما اقدر اعطيك هذا الجواب الشافي. هو اكيد هو ما معروف، بس احنا كرساله، بما كرسالة. ان احنا برنامجنا توعوي، برنامجنا اليوم أنا برنامجي توعوي، برنامجي تثقيفي للقضية الحسينية. اليوم أنا من خلالي ومن خلال البرنامج ومن خلال الكادر، تحياتنا لهم أكيد، ومن خلالك أنت ومن خلال الرواديد والمشيدين، كل ذني يعني مناطق تجتمع من أجل هدف واحد، هو إحياء القضية الحسينية وتخليد القضية الحسينية والارتقاء بالقضية الحسينية إلى أفضل ما يكون وأجمل ما يكون. اليوم أنا ما أبكي وأطم يعني معناتها أنا أحب الحسين، لا، لربما أنا أضحك مثل ما أبتسم، ماكو يعني أنا أحب الحسين، أنا فخور بأن أكتب للإمام الحسين. هو شهر الحزن ما بي فرح يعني، حضرتك مو فرح، ابتسامة غلط. لا 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 هو مو فرح، لا هو مجرد ابتسامة. اوكي، بس انا خلي اوصل لك الفكرة. أوكي. حضرتك تفضل بها. على كل انسان انه يتخصص، بعد التخصص على كل انسان انه يعرف هو وين راح يشتغل. انا لما اجي اكتب عن الامام الحسين لازم اعرف انه الامام الحسين شنو مداه، كمدى للامام الحسين. انا ما جاي احصر الامام الحسين بانه صباح العاشر معركة دارت بين قلة كثرة، القلة انهزمت. لا، الإمام الحسين مو هيك. الإمام الحسين فكرة للمستقبل، ثقافة. الإمام الحسين لما أجي أحصره مستحيل، لأنه هذا حمل نبوة، حمل وصايا. هذا الشيء ما ينحصر. نعم. هذا شيء ثاني. كدوري كشاعر أن أوظف الصورة الصحيحة للمتلقي. بالضبط. حضرتك تعرف أنه الشعراء هسه يقدرون يوصلون صورة، يوصلون. نعم. أكيد. يعني مو مثل السابق. موجود. صحيح. الإعلام موجود. فأنا من خلال الفكرة اللي أنا عندي، من خلال فكرتي عن الإمام الحسين، أقدر أوظف الإمام الحسين بالصورة الصحيحة، عكس ما كانت تنقل إنه سابقاً أنه الإمام الحسين محصور بعبد الله الرضيع والقضايا اللي إحنا نعرفها. عبد الجابر، اليوم إحنا الحقيقة متعطشين لسماع قصائدك وحسك الحسيني. الله يسلمك. نسمع قصيدة هي لأول مرة وبدون ديباجة، فهو ديباجة كل مظلوم. هاي حتكون حصرية لبرنامج الحسين قضية؟ هن إن شاء الله كلهن حصريات يمك أستاذ محمد. إحنا تحدثنا قبل البرنامج، قلت لك إنه هذا نفس للأصدار الجديد، فبعيدا عن الديباجة فهو ديباجة كل مظلوم. نسمع. أخذ دورك إلى ذلك المظلوم،
تحدثنا قبل قليل انه احنا كشعراء ما منصفين القضية الحسينية. بالضبط. فشلون احنا بقضية الامام الحسن كريم اهل البيت؟ فكشعراء احنا ظالمينه صراحة. فاخذ دورك حسين وما طلع لك دور. يا ابو عقل الوزن شيطانهم قشة. اخذ دورك حسين وما طلع لك دور. يا ابو عقل الوزن شيطانهم قشة. ويا المخلي الرطب تستلذ بالصدليك. ويا المزيد ملوحة قاعنا برشة. ويا ابو كلمة هلا بشح الهلا على الناس. يا ابو كلمة هلا بشح الهلا على الناس. ويا العزوبي يا العزوب بوقت كان الطبخ حرشة. البلابل تستلذ من تسمع القرآن بصوتك. والإذن تطرب على الآذان. هذا كنت الكريم بكل شي لك عنوان. هذا كنت الكريم بكل شي لك نيشان. بحشائك السم يا وصفة يتعشى حتى بدفنتك يا سيد مظلوم. جسد ينبض هو الله وما سلم نعشة. حتى بدفنتك يا سيد مظلوم. جسد ينبض هو الله وما سلم نعشة. ومن جنح الجنح من جنح الجنح داينت كم فراش. وللعصفور تنقل زاد حد عشة. ويا بن ذيك التعذب ضلع للبسمار. يا بن ذيك التعذب ضلع للبسمار. المن عدها الكرم يتبدى ظل ويفور. هدمولك ضريحك هم متوهمين. شانك هو ما تقيم قبور. شلت حمل النبوة وحمل داح الباب. مثل سنبل عشت والدنيا كانت بور. وشلت حمل الوصايا ولجمة البسمار. بوقت كان الصدق عد ناسك. بوقت كان الصدق عد ناسك. أصل الزور توزع مال تله أو فطن بالأقدار. سياسي توزع مال تله أو فطن بالأقدار. سياسي وداهية صفنت حتى الحور. فراسة عقلك تحير النسيم الهاب. النار البيك طيبة خاطر التنور. اشتخن صبرك ألذ من روبة المعدان. اشتخن صبرك ألذ من روبة المعدان. اشبصر عيناك لنها تفسرك بالنور. اشبصر عيناك لأنها تفسرك بالنور. سلامتك استاذ محمد. رجعنا وياكم مشاهدين كرام ونكمل حديثنا مع الشاعر عبد الله جابر. حبيبي استاذ عبد الله. القصة الحقيقية او القصة الحقيقية التابعة للقضية الحسينية. مريت بقصة او فد 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 حالة معينة ادتها الى كتابة قصيدة القضية للحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. هي استاذ محمد تعرف انه شاعر ذكائي يخترع قصص او نعم. من خيال من خيال اي او يمر بموقف. انا واحد من الناس مريت بعده مواقف. الاقربهن الي يوم من الايام حضرتك هاي تعرف خيالية لو حقيقية. لا حقيقية. وياي مريت بها. هاي قصة حقيقية مريت بها. نعم. يوم من الايام كتبت شطر حسيني. حضرتك تعرف انه احنا اغلب كتاباتنا ورا الفجر قبل الفجر هذه الوقت يعني من الثنتين خلينا نحصرها للأربعة الصبح.
فكتب الشطر ونمت. هذا الوقت يكون ذهن الإنسان مرتاح أو مصفي للشعر والهدوء، وحضرتك تعرف. فكتبت شطر ونمت بدون ذكر الشطر، لأن نمت اجتيني رؤية بالطيف أنه أني مخرج مسرحي، فلازم أراقب إيدي وأشوف الأدوار مع الممثلين. فإجاني شخص أنا أصلاً ما باعت عليه، خلينا نقول هيبة، نقول يعني من هذا القبول، أي من هذا القبول. فقال أطاني الشطر، قال ماكو، ما صار هذا الشيء. أنا بالحلم أقلب أنه ماكو هذا المشهد، ما عندي يعني، ما صار عندي هيك أبد، ما موجود من ضمن الناس. أريد أشوفه. أنا شنت بالطيف، أنا شنت قاعد على كرسي وأطل أدوار. فبالطيف أقول له ما عندي هذا الدور، ما عندي. هاي أنت ما بوعت عليه. ما بوعت عليه. أنا رفعت رأسي ما شفته، هذا الرجل ما شفته، اختفى. قعدت الصبح، حضرتك تعرف أنا طالب وتخرجت، ف الله يوفقك. الله يعزك. فقعدت الصبح أبدل أروح للكلية، فشفت الورقة جوا جوا مختي، باعت عليها. اتذكرت انه هذا الشطر نفسه اللي قال لي الرجل. زين، ربطت انه هذا الشخص هو نفسه اللي كاتباني عليه. سلام الله عليه، هو الامام العباسي جانب الطيف. سلام الله عليه الفاضل عمر العشيرة، اكيد الله يعزك. هو بعد احنا نحاسب عليها امام الله اذا كان بها شيء يعني زايد او ناقص. فبهالاثناء شافتني والدتي، قالت ها عبد الله شو امر بك؟ قلت لها ماكو شيء، راح اطلع الكربله. شو كربله؟ غير دوام. فقلت لها صارت ظروف، ومن ارجع ان شاء الله اسولف لك بيها. فرحت للامام العباسي، اعتذرت له، وتبدل الشطر، هو كان دخول القصيده، تبدل بضريح الامام العباس. فالقصيده تقول تراب اونوك واحزان بدت بيه وخيم خيم واجساد والاطفال مسبيه، وتلفت تلفت على الاطفال مدر الروس وما مش حيل حتى امشي على رجليه. الله، تراب ونوق واحزاني. السيده زينب عليها السلام في يوم 11 من محرم تنادي تراب ونوق واحزان بدت بيه وخيم واجساد والاطفال مسبيه، وتلفت على الاطفال مدر الروس وما مش حيل ما مش حيل حتى امشي على رجلي. الدمع منذ الحرق عاشر اجفني، هل كان يعرف انني علوي؟ هل كان يعرف ان جدي احمد؟ ما بال تلك الهيبة القرشية، ما بالهم هل يعرفون بفاطم تلك التي يدعونها الإنسية حوراء؟ وها أنا زينب بنتها أصبحت بنت الزاكية مسبية، وصعد بالأطفال وعين على العباس وأنا أخته ونخيته بشيمة عربية، أصعد بالأطفال وعين على العباس ونخته ونخيته بشيمة عربية، من درب المدينة وياي جل وفاي جسد وهسه بس الراس لي، من درب المدينة وياي جل وفاي جسد وهسه بس الراس لي. وصعد أصعد بالأطفال وعين على العباس ونخته ونخيته بشيمة عربية، المهم أنا صعدت صعدة عب على الروس، المهم أنا صعدت صعدة عب على الروس، مو صعدة متن وتكحلة خاتشية لهناك وأشوف أن القمر عباس يهوس لي ويقل لي أختم قضية، بس لاكن ما هن جفوفي، بس لاكن ما هن جفوفي. سلامتك أستاذ.
يا عباس الشمر طب الخيم عباس، يا عباس الشمر طب الخيم عباس، لا دق باب لا دق باب لا من عندك استرخص، يا عباس الشمر طب الخيم عباس، لا دق باب لا من عندك استرخص، يلجان الضوء 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 لمن يريد يفوت، يلجان الضوء لمن يريد يفوت، نصروحه نصروحه يذبها وبالخيم يرخص، نصروحه يذبها وبالخيم يرخص. اسم للتضحيه يا ابو علي حسين وعنوانك توزد القبله نيشان، اش محلا تمنى زورك دون هالراس، لو هيك العشق لو مال عنوان انت الخلية الباطل، اهان انت الخلية الباطل جور يول الحقين داس، انت الخلية الباطل جور يول الحقين داس. الله اخو زينب انا، اخو زينب انا وكافل عطاش الشام، اخو زينب انا وكافل عطاش وكافل الشام. عطاش الشام رحت للما يجيبه وغيرت رأيي، أخو زينب أنا وكافل عطاش الشام وكافل عطاش الشام رحت للما يجيبه وغيرت رأيي، موش الماي لا موش الماي هو الما جوياي، موش الماي هو الما جوياي، شمر شمر روحه علي، شمر روحه علي بتشفي ظل يجري، شمر روحه علي بتشفي ظل يجري. سيدي أبا عبد الله أنت الشيمت الدنيا رباط، أنت الشيمت الدنيا كون الباطل ما ينعان، أنت الشيمت الدنيا كون الباطل ما ينعان. عاشت عاش إحساسك الله يعزك، وعاشت هاي المشاعر الصادقة الله يعزك، ممنون وهنيئا لك هذا الحس الله يعزك الله يسلمك. ونرجع ويا جعلنا الله من الخدمة لأبا عبد الله إن شاء حسين. الله كنا نتشرف أن نكون خدام للإمام الحسين لخدمة الحسين وآل بيت النبوة. نرجع وياك عبد الله جابر، محور حلقتنا لهذا اليوم هو الحسين قضية، الحسين قضية، كيف أصبح الحسين قضية، وكيف الاقتداء بهذه القضية، وكيف السير نحو هذه القضية، بما نعرف إحنا كنا الحسين مدرسة ومدرسة ما يختلفون عليها اثنين، ومدرسة ما عليها غبار، قمة من الإنسانية وقمة من الصمود وقمة من الخلود وقمة من التضحيات وتسميات تطول. اليوم عبد الله جابر، اليوم إحنا نعرف حب الحسين تابع ومتبوع، ومتبوع صحيح، منو التابع والمن تبعت؟ هي بالبداية غاندي يقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوم فأنتصر. فنرجع الأستاذ لسؤالك، التابع والمتبوع، هو كل إنسان أكيد إلى رمز بحياته، فرمزي الأول وخنحدده بعد الله وبعد أهل البيت، الرمز الأول وبطل الحياة الأزلية عبد الله جابر هو والدي، أكيد الرحمة والخلود. الله يعزك استاذ، الله يسلمك، الله يخليك، ألف رحمة على روحه، يعزك الله. فأخذت من هذا الإنسان هواي، والشغلة الأساسية هي حب الإمام الحسين، حب أهل البيت عليهم السلام. فوالدي كان، خلي شوي نعقب على هذا الشيء، نعم، حتى نطي حق الموضوع. والدي بعز مرضه كان يروح مشي للإمام الحسين، يعني هو بعز المرض ماته، وأنه حتى الأطباء خلوهم راقد بالفراش ولا يتعنى ويروح مشي ويا الزوار. آخر سنة ما قدر، آخر سنة صارت الأربعين يوم ما قدر هو يروح، فراح يمشي شوية ويرجع، يمشي شوية ويرجع. زين احنا نقول له انه ما يصير، معذور. اي فهذا حبه للإمام الحسين ان 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 انغمس بيه، زرع حب الإمام الحسين بقلبك، أيه، وبعقلك، أيه، وبوجدانك، زرعه بصدق، زرعه بكل مشاعر، زرعه بحقيقته، فهمك، نورك. إن شاء الله هو إن شاء الله نورني وفهمني، وإن شاء الله يكون شفيع على الإمام الحسين وشفيع لنا إن شاء الله. كتبت له رثيته، ربطت هذا الموضوع الكبير وهذا الموضوع الأكبر، إحنا نعرف الأب هو رب الأسرة،
هذا الموضوع حقيقة الكبير والمؤلم، ربطته بالموضوع الأكبر والمؤلم أيضا اللي هو الإمام الحسين، ربطت هاي الموضوعين، ها موضوعين جدا عميقة وفكر كلش عميق، ربطته بقصيدة. أستاذ يمكن حضرتك تعرف أنت كنت عدة مهرجانات وياي، أنا ما أقرب مهرجان حقيقة أنا متابعك بأكثر من مهرجان. الله يعزك. الله يسلمك. أنت دائما ترثي والدك رحمة الله على روحه بنهاية المهرجان. الله يعزك. يعني بكتاباتي هو وياي يعني بين فترة وفترة أنا أكتب له، لكن هي المشكلة أنه أنا أول قصيدة أكتبها إله هي رثاء. خلنا نسمع القضية. فقلت له عطرك ويدك الترفات لهسه يصيح انا بروحي، عطرك ويدك الترفات لهسه يصيح انا بروحي، وذكرك والملح يندار بجروحي، عطرك ويدك الترفات لهسه يطوف انا بروحي، وذكرك والملح يندار بجروحي، وهيما لو نده طاريك وانحد وتنادش بيك، بإنسان بالعشرين عايفني، بيالام بالعشرين تجرحني، بيجروح صعب الطيب، بعشرين ولفان الشيب، وحسبات المشت ما مرة وحدة صيب، وصابت حسبت الما كنت حاسبها، وردت للجروح من آخرها لأولها، ويا حيفك أنا بعدك ألوذ الوين الوين وأنا أبرد بعص طيفك، ويا طيفك إش كثر أنخاه ويردني، أنا بعدك نهر متعوب أغرق لو أكض ردني، ضحفت عيني من بعدك بحيث خيال ما أشوفه، ونسيت وقمت من أصف اسم مخربط حروفه، وسافر بيك أسافر بيك أسافر بيك يا شراعي، والقدر بعثرة حيل قمت أحسد شكوش المات ما شالني آه وويل، قمت أحسد شكو دفيان نص الليل، قمت أحسد قبر روحي، قمت أضحك على ماضي شي بي كلمة جروحي، يا أول بشر من القلب تنحب، ويا أول بشر من القلب تنحب، يا أول بشر من القلب تنحب، ويا أول بشر من القلب تنحب، يا هالقد ما أتان الطيف رسمة عيني صورك، ويا من قد ما أسولف بيك النوار استحجي بس باسمك، يا هالقد يا أول بشر من القلب تنحب، ويا أول بشر من القلب تنحب، يا هالقد ما أتان الطيف رسمة عيني صورك، ويا من قد ما أسولف بيك النوار استحجي بس باسمك، يا لب الماي يلي توارد قليبك وي قمر دنياي، يا كلماتك تنقط ناي يا هلبة راي، يا هنيال التراب عليك، يا دافو روح اللي تغطيك، يا هنيال اللي ذماشيك الملابس هي تكشخ بيك، يا قدوة يا من قد ما ترف وردات بيت الصيح لك فدوة، الهوى العذيب ماخذ منك هواية، يا أول شخص يا آخر شخص ذكراه وياي، يا وين الحظ لا من حاجبك أبيض ولا منك عليل، وجسمك مرضرض أنا أتمناك مرني حتى لو طيف، أنا أتمناك بويا أنا أتمناك مرنا حتى لو طيف، البرد جاسان عقبك بويا بالصيف نيشن رقبتي دنيشن رقبتي نيشن رقبتي، كونك تمر سيف وانطيها إلك بس كون أشوفك،
أبغاك تسمعني لو انطال الدهر، كل شيء حولي من جفاك انكسر، يا طيب الذكر بخفوقي لك أثر. خوف اشتياقي ما هو كليل خوفك، خوف خوف اشتياقي ما هو كليل خوفك، يا ماي عطشان المشيتك، كون أقدر أنا هسع تنيتك، اجيتك تدربي اش قد اجيتك، بس خالي ترجعني طيوفك، يا ماي عطشان المشيتك، كون أقدر أنا هسع تنيتك، اجيتك تدربي اش قد اجيتك، بس خالي ترجعني طيوفك. تكفى تعال اشتقت، والليل خلص والليل طول بالوقت، تكفى تعال اشتقت والليل طول بالوقت، كل اختزال كل اختزال وكلمة الصمت من فارقت بيتك وخفوقك. سلامتك استاذ محمد. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام ويا عبد الله جابر. حبيبي استاذ. نكمل محور الحلقه بما ان البرنامج الحسين قضيه. نقول كيف زرعت القضيه الحسينيه الوعي الفكري والانساني والروحي بضمير الانسان؟ والله يا استاذ محمد، هو انت تعرف انه الزرع زرع الهي، احنا ما نقدر نحدد انه نعم. هذا الشيء. والحصاد قاعد تشوف الحصاد، حصاد القضية الحسينية قاعد تشوفها هسه. أبسط مثال يعني سولفت لك غاندي، تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوم، هو رجل هندي، رجل مو مسلم، وتعلم من الحسين واستنبط من هذه القضية العظيمة. اليوم القضية الحسينية، يمكن احنا ذكرنا في الحلقات السابقة القضية الحسينية هي باتت ما تختصر وما تختصر او تحصر في منطقة او في مجموعة. لا ما تحصر عند المسلمين او يعني ما لا طائفة ولا لا 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 ابد ابد ولا في منطقة أبد. ولا في عشيرة، اصبحت قضية عالمية، قضية تهم الناس، قضية تخص الاسلام، قضية تخص الانسانية والخلود. اليوم بدنا نشوف ناس، مع احتراماتي للزينين، لنشوف ناس يعني يمثلون القضية الحسينية لكن ليس بقلب ولسان. استاذ، هو مو تمثيل او من هذا القبول. المسيحيين يقولون لو كان لعيسى ولد لأسكناه احداقنا وقصورنا. فكيف ابن بنت رسول الله؟ هذه قضية إلهية، من المفروض نروح نروح دنيويا، ما يصير انه ناخذ الامام الحسين دنيويا. الامام الحسين فكرة عظيمة نستنبط بها الصبر، الالهام، انتصار الدم على السيف، انتصار الفكرة الالهية على الباطل. هذا انتصار القضية، انتصار الدم على السيف، الدم على السيف والحق على الباطل. صح. خلينا عبد الله، خلينا ننتقل لموضوع الشعر الحسيني. خلينا نسوي فد مساجلة أنا وياك تخص للقضية الحسينية. ماشي استاذ. أبديها أنا لو تبديها أنت؟ براحتك، أنا حاضر وأنت بعد إن شاء الله حاضر، فبراحتك. الله يسلمك. أخو زينب أنا وكاف العطاش الشام، أخو زينب أنا وكاف العطاش الشام، رحت للماء يجيبه وغيرت رأيي، موش الماي هو الماجة وياي، شمر روحه علي ويدي ظل يجري. هلا بذيك اللي حدبت كان سنابل، حتى بميلتك خير الله نازل، ربيت الشداي تصبر شلون، يلم صبر السنابل على المناجل. سيدي أبا عبد الله حسين خلافك زينب نامت بالهيمة، حسين خلافك زينب نامت بالهيمة. هلا
هلا هلا بزينب يا خيتي ورفعت الراس، هلا بزينب يا خيتي ورفعت الراس، هلا يم الستر يا الخدرج مرايه، يا الاسمك نزل يا الاسمك نزل وين نزلت القرآن، وتحديدا أظن مضمون كل آية، وتحديدا أظن مضمون كل آية. يا ابن ذيك يا ابن ذيك التعذب ضلع للبسمار، المن عدها الكرم يتبدى ظل ويفور، هدمولك ضريحك هم متوهمين شانك هو هو ما تغيره ما تقيمه قبور، انت الخليت الباطل جو ريول الحق ينداس. لا تقطع شوارع باسم الحسين، لا تقطع لا تقطع شوارع باسم الحسين، روح انصب عيون ووزع امراض، ولا تثوب اذا بالبيت جوعان، لا تثوب اذا بالبيت جوعان، ولا تطبخ هواي بحجة عناد. رباط للامام العباس يقول عباس خلافك زينب شذرا دفنت بالتربان، عباس اخلافك زينب. إذا كان للتاريخ أن يقف وقفة إجلال أمام أروع أمثلة للشموخ، وإذا كان للإنسانية أن تنحني في خشوع أمام أروع أمثلة للبطولة، فشموخ الحسين وتضحية الحسين وبطولات الحسين أروع أمثلة شهدها التاريخ من الشموخ والبطولة وتضحيات. مشاهدين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة هذا اليوم، وننتظركم بحلقات جديدة. في أمان الله.